طبعا مبروك للهلال، يعني اليوم 3 نقاط استمرار للدوري بلا هزيمة ومتوقعة. أيضا عودة سالم الدوسري مكسب كبير جدا، تجهيز للنهائي الكبير ما شاء الله عليه. يعني خلص الكلام في السالم، ما شاء الله تبارك الله، لاعب لا يعشق إلا الأهداف الجميلة. شوف شوف ما شاء الله، بعد غياب فترة يرجع بهدف رائع مثل هذا. لاعب كبير، أسطورة، يستحق أن يكون أسطورة، أحد أساطير الكرة السعودية وأفضل لاعب في تاريخ الهلال بالتأكيد. كل يوم يبصم على ذلك. يمكن سألت سؤال بوجود اليوم ليش لعبوا بالأساسيين، واضح أنه أتفق مع الأخوان أنه لعب اليوم بالأساسيين، يعني لسه باقي على النهائي أسبوع. ممكن المباراة الجاية يعني طريقة جيسوس في راحة اللاعبين مش بعادهم خارج خارج الفريق وخارج المجموعة، لا يحطهم، ممكن يضع 3 4 لاعبين من الأساسيين في الاحتياط ويلعبهم جزء من المباراة، يعني يكون يشوف حالة الفريق في الملعب، يحتاج ينزلهم أو لا. هذه اللي متوقع جدا حيحصل للفريق الهلالي. أروح للطائي، أن الحديث عن مباراة الطائي والأخدود إنها هتكون اللي يفوز وكذا، لا، الآن الطائي في وضع صعب جدا، فيما لو فاز الرياض في المباراة القادمة على الخليج وفاز أبها على الحزم، حتى لو فاز الطائي للأسف سيهبط. فالآن النتائج، نتيجة البقاء ليست في يده إنه يفوز وخلاص، لا، حيشوف يعني حيكون في قلق كبير جدا في المباراة الأخرى. الدوري الآن بوجود كل المباريات القادمة بنتائج اليوم ما عدا 3 مباريات فقط هي اللي حيكون التركيز فيها، الباقي كلها تحصيل حاصل. أقصد مباراة أبها والحزم، الخليج والرياض والطائي والأخدود. الأخدود متوقع بصورة كبيرة جدا أن يرافق الحزم. الطائي يعني خسارة كبيرة فيما لو هبط، لا أتمنى لأي فريق أن يهبط، ولكن الطائي عودته كانت مهمة جدا كاسم كبير وأثر الدوري السعودي في سنوات طويلة. نتمنى له التوفيق إن شاء الله في القادم. مبروك الهلال، واضح جدا أنه سينهي دوري بلا هزيمة بالتأكيد.